جسم الانسان بيبقى فيه مفصلات وعظم، مفصلات بس احنا نسيب الروبوتات اللي بنتكلم عنها ونركز بقى. جسم الانسان فيه مفصلات ولا مفاصل؟ بس لحد كده وكفايه يا نسا الدكتوره، انا سايب لك المستشفى باللي فيها اروح اقعد انا عند امي براحتي، لا تقول لي فاتحه فوق ولا فاتحه تحت ولا مسابقات ولا فوازير. يا مرحب بالميكرز. اول حاجه انا حابب اشكر الناس اللي بعتت لي فيدباك عن الفيديو اللي فات، اذا كان هنا ولا على الفيسبوك. حابب اشكركم جدا جدا جدا، والله الفيدباك ده بسطني جدا جدا، ويا رب دايما نفضل عند حسن ظنكم والفيديوهات تبقى عاجباكم دايما ان شاء الله. طيب في الفيديو بتاع النهارده احنا هنتكلم عن تصنيف من تصنيفات الروبوتات. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات مفيش تصنيفه معينه انت تقدر تمسكها كده تقول دي التصنيفه الرسميه للروبوتات، او هي دي التصنيفه اللي انا المفروض اخد بيها للروبوتات. لا، في تصنيفات مختلفه كتير، ممكن حسب الشكل، ممكن حسب الاستخدام، في تصنيفات كتير. فاحنا النهارده هناخد تصنيفه منهم كده ونفصصها واحده واحده. طيب التصنيفه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده على حسب الكنترول للروبوت بتاعك، ازاي بتكنترول الروبوت بتاعك، مش على حسب المايكرو كنترولر، لا على حسب الكنترول اللي انت بتتحكم فيه في الروبوت بتاعك. وصحيح بالنسبه للمايكرو كنترولر جو عامل شغل حلو جدا 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 في بلاي ليست اردوينوهات، بيتكلم فيه عن الاردوينو بشكل مبسط جدا وسلس كده وسهل وبسيط اللي هو نفهمه بسهوله يعني. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت، او ممكن تدخلوا عليها من التاب اللي هتطلع فوق هنا. خلونا بقى ندخل في موضوعنا وندخل في التصنيف اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. اول حاجه معانا في التصنيف دوت هو البري بروجرامد روبوتس. طيب ايه هو البري بروجرامد روبوت دوت؟ هو روبوت انا محفظه، اعمل تاسك معين، انقل البوكس دوت من هنا لهنا، الحم الشغل اللي جايه لك دي، هو متنفذ عشان خاطر يعمل التاسك ده بس. طيب الحاجه دي موجوده او الحاجه مش موجوده هو يعملها برضه، هو حافظ انا ماشي كده، انا بنفذ الحاجه كده. واغلب الشغل بتاع البري بروجرامد روبوتس دوت بيبقى في بيئه عمل انسان عارف يتحكم فيها كليا، يعني يقدر بسهوله جدا ان هو يوقف شغلانه. طيب زي ايه الروبوت دوت؟ زي الروبوت ارم اللي بيبقى متركب على خط الانتاج اللي بيلحم حاجه معينه، الحاجه دي جت او ما جتش هو بيلحم. تاني نوع معانا هو الاوتونوموس روبوت. ايه هو الاوتونوموس روبوت دوت؟ ده روبوت بيشتغل في بيئه عمل مفتوحه ما بيتحكمش فيها الانسان، خلاص هو متبرمج ان هو هينفذ حاجات معينه بظروف مختلفه. يعني مثلا ان هو هيوصل حاجه من مكان لمكان، مثلا ماشي في الشارع فهو بدل ما هيعدي الشارع والعربيات بتعدي، لا هو يستنى لغايه لما العربيات تقف ويقوم هو معدي. الكلام ده كله هو بيعمله الاوتونوموس روبوت. لو في حاجه قدامه مثلا فهو لا هيتاخر يعديها، وعشان يوصل الحاجه دي او يمشي في الاتجاه اللي هو عايز يمشي فيه وينفذ في الاخر التاسك اللي هو متبرمج عليه. طيب يا ترى الاوتونوموس روبوتس دي بتاخد السيجنال بتاعها ازاي ان هي تغير القرار دوت؟ ان هي بدل ما تمشي على طول مثلا، لا يقول لك الحيطه دي في حيطه سد هنا فانا لازم ادخل شمال بعد كده اكمل يمين عشان انا كده بقى مشيت على طول. لا بجد بجد ربنا يحميني، انا مبهور بيا. الكلام ده هي بتاخده عن طريق السنسورز، اشاراتها بتاخد عن طريق السنسور، ان مثلا يبقى متركب فيها التراسونيك سنسور، الالتراسونيك دوت يقول لها لا دي قدامك حته سد فما تمشيش هنا، ادخلي شمال او ادخلي يمين بعد كده لف تاني عشان في الاخر تنفذي التاسك اللي انت متبرمجه عليه. زي ايه الاوتونوموس روبوت دوت؟ زي الرومبا فاكيوم كلينر اللي بتمشي في الشقه تنظف من غير ما حد يمشي بيها، هي بتمشي لوحدها كده تعدي السراير والترابيزات والحاجات دي كلها وتنظف السجاد اللي حواليها وتنظف الارض اللي حواليها. تالت حاجه معانا هو التيلي اوبريت روبوتس. ايه هي التيلي اوبريت روبوتس؟ دي الروبوتات اللي انت بتتحكم فيها بجويستيك او بستيشن من عن بعد. زي ايه التيلي اوبريت روبوتس؟ زي الدرونز.
الدرونز اللي انت بتقدر تتحكم فيها من عن بعد، ابقى ماسك الجويستيك هنا وهي طايره في الهواء بتصور بقى بتنفذ تاسك معينه انا بتحكم فيها من عن بعد. رابع حاجة معانا هي الاوجمنتنج روبوتس. ايه هي الاوجمنتنج روبوتس دي؟ دي الروبوتات اللي بتقوي او بتعزز من شغل الانسان او من قوة الانسان او من حركة الانسان نفسه. زي ايه كده؟ زي الاطراف الصناعية وزي الهياكل التعزيزية اللي هي بتقوي من قوة الانسان، يعني بدل ما يبقى بيشيل كم كيلو لا ممكن يبقى بيشيل 50 كيلو 60 كيلو بان هو يلبس بس الحاجات دي. الاوجمنتنج روبوتس دي ممكن تبقى بتاخد اشاراتها من مخ الانسان، او لو هي من الهياكل التعزيزيه دي فهي بتبقى مع حركه الانسان، يعني هي بتبقى متركبه على جسم الانسان كله، فمثلا يجي يحرك ايده فهي بتتحرك معاه، بس هي بتقوي الحمل اللي ممكن ايده تشيله ده. ده كده تصنيف بسيط احنا اتكلمنا فيه، لسه في تصنيفات كتيره واشكال كتيره للروبوتات هنتكلم فيها في فيديوهات كتير جايه، فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تعملوا لايك للفيسبوك بيج. كان معاكم محمد هشام من تشانل ميكرز، سلام.